المرحوم أستاذ بها كان رجل دولة بامتياز، كان رجل توافقات، كان رجلا متسامحا وطنيا بامتياز، ولهذا دوره داخل الحكومة كان دورا أساسيا. ذا اليوم الشعب المغربي افتقد جوهرة في الحقل السياسي من الانهيار الثقيل، ولهذا نتمنى لعائلته الصغيرة والكبيرة الصبر والسلوان، ونؤكد كحزب على أننا جميعا فقدنا هذا الرجل العظيم، رجل الدولة بامتياز. الله أكبر.